والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بعد إعطاء الأوامر من آمر القوة المشتركة الفنية في شؤون التطبيق الكتيبة الأولى، تم مداهمة أوكار الفساد يستغلوا في الناس، يبيعوا في الغاز ب60 و70 دينار ياخذ فيه 2.5. مشينا لحي الإسلامي وغوض الشحال، المناطق هذه اللي يبيعوا فيها. بإذن الله احنا مستمرين في العمل هذا، هذه القوة درناها لمساعدة الناس ورد حقوق الناس. احنا نوصل رسالة للناس ان احنا القوة هذه درناها ان بس نحمي الناس، واحنا معاهم وما زال مستمرين في محاربة الفساد زي كهرباء زي في الدولة في اي حاجة ثانية، احنا مستمرين معاهم واحنا بأوامر نمشي وما فيش بالضبط والربط. وبإذن الله بإذن الله بإذن الله ليبيا إلى الأمام، والله أكبر والله أكبر. Thank you.